مصادر تحدثت عن اتفاق كل القوى السياسية في المشهد السياسي في البلاد على عدم تكرار الوجوه والأسماء القديمة والمجيء أو الضخ بدماء جديدة بعيدة عن تلك المكررة والقديمة أيضا. أختي الفاضلة، نعم، أنا لا أعتقد بأن هناك اتفاق من جميع القوى السياسية بأن لا يعاد أسامي في الحكومات السابقة، وإن كان القصد هو أن لا يعاد أسامي موجود فقط في حكومة الكاظمة أكون كاظم، هذا الشيء آخر. هناك وزراء ناجحون وإن كانوا في حكومة الكاظمة والحكومات السابقة، حتى السيد محمد الشياع السوداني كرئيس الوزراء هو كان وزير سابق، وهو الذي الآن ما يهمه هو أن يتلبى وزير أكاديمي ومهني، وحتى وإن كان حزبيا وحتى وإن كان في الحكومات السابقة. هاي أولا. أما بالنسبة للأسامي، نعم هناك أسامي بارزة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن هذه الأسامي هي يتمناها السيد مسعود البرزاني، وأكيد السيد فؤاد حسين سيكون أحد هذه الأسامي حسب علمي لمنصب وزارة الخارجية. طيب أستاذ عائد، يعني نسبة التفاهم لدى مكونات الإطار أعلى من سواها دون غيره كما فهمت من خلال إجابتك الأولية. أسأل هنا، كم أنجز الإطار من استحقاقها الاثنتي عشرة والوزارة؟ هل شغلت جميعا؟ هل ما زالت منقوصة؟ قلت أن نصف زائد واحد تحقق في حكومة السوداني، لما لا يطرحها كسبا للوقت؟ نعم أستاذ أحمد، هنالك لربما أكثر من 15 وزارة قد تمت حسمها بشكل كامل من قبل الفريق الخاص، من قبل السيد الفريق الخاص الذي يعمل مع السيد محمد الشياع السوداني وهو على رأس هذا الفريق. ولكن هنالك تأني على اعتبار أنه لدينا بعد فسحة من الوقت، لربما أنه أكثر من 20 يوم تمتلك حكومة السيد السوداني للإعلان عن تشكيلتها أو كابينتها الوزارية. فاليوم أنه عملية الانتظار، انتظار الشركاء السياسيين، أعتقد لا يؤخر شيء، لربما أنه فقط إن أيام إن شاء الله وتحسم العملية السياسية. السيد السوداني عازم على أن يقوم بإطلاق كابينة الوزارة لربما خلال نهاية هذا الأسبوع، وأنا عندي معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع، والرجل يعمل ليل نهار ويعمل بجد عالي جدا من أجل أن تمرر هذه الحكومة بأسرع وقت ممكن. لكن أيضا هنالك لربما خاطر للشركاء السياسيين حتى يكون هنالك فسحة من الوقت أو أعطاهم مزيد من الوقت لإجراء أو استكمال حواراتهم مع شركائهم السياسيين، وهذا أمر طبيعي جدا.